حد كده وكده. انت كنت في سافرت كنت في روسيا لو ورحت فندق يعني العين. يعني عشان ما نقولش نفس ايه اللي انت شايفه، لان لا الحمد لله ما طلعتش فوق. يعني في مجموعه من الناس عندها احساس انه القضيه حتى يعني لم تبدا في الملعب فقط، لا ربما الهزيمه كانت خارج الملعب ايضا وكانت مبكرا. لماذا؟ بص يا استاذ وائل، احنا وقف الامر عندنا بالتاهل لكاس العالم، ما بدأناش، هو ده الانجاز. حتى كوبر في تصريحاته رافض تماما اي انتقاد لي من جانب اختيارات اللاعبين او والمجاملات اللي حصلت في اختيارات قائمه 23 لاعب. تيجي تتكلم مع الجهاز الاداري للمنتخب الوطني عن كيفيه الاستعداد للمنتخب او للمونديال، ما تلاقيش خطه واضحه في المباريات. مره هنلعب مباراتين، مره ثلاث مباريات، مره لا لسه، وكان كان في سر حربي مثلا لتسميه الاتفاق على المباريات، سواء بلجيكا كولومبيا، لغايه وقت قريب انت مش عارف مين اللي هتلعبه وديا. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، الجميع تجمد فكره بعد انجاز التأهل لكاس العالم. وخلي بالك هو يعني فلنكن منصفين كمان، انجاز جاء بعد ولادة متعسرة، كان ممكن يطير منك في الدقيقة الأخيرة ولكن تحقق يعني. لا خليني اقول انه جاء الانجاز. الاعداد انت اتنقلت نقلة تانية. النقلة التانية الواحد بس، فرد واحد بس هو اللي احنا بنعول عليه وبنحمله كل المسؤولية في إمكانية التأهل لدور الستاشر، اللي هو محمد صلاح. وأول ما أصيب محمد صلاح، ارجع لي الحالة وقت ما أصيب محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، الجميع شل تفكيره وشل البديل الأنسب لمحمد صلاح. في مجاملات للاعبين، ومع حضرتك هنا اتنين من النجوم الكبار هيقول لك ان هم خاضوا مثلا بطولات امم افريقيه كان البديل يقارب اللاعب الاساسي، لكن لما تلاقي اللاعب البديل بعيد تماما عن مستواه بالنسبه للاعب الاساسي، ده بيدي اريحيه للاعب الاساسي ان هو ما فيش حد هيكون بديل ليا، وبالتالي انا كده كده هلعب. طيب ده رقم اثنين. في عندك كلام عن فوضى البعثه هناك شفته في كلام يتعلق بده؟ لا بص حضرتك، هو كان الفوضى اللي انا شفتها كانت موجوده في بهو في اللوبي اللي موجود في الفندق، لكن كان قدر الامكان في فوضى خاصه بخلافات ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الاداري للمنتخب الوطني. كان في خلافات من النوعية دي بسبب طبعا رفضهم لتواجد العدد الكبير من الجماهير او العدد الكبير من اللي كانوا موجودين في اللوبي الخاص بي. لا يعني خلافات بين مين؟ ما بين بعض اللاعبين وما بين الجهاز الاداري للمنتخب. ازاي اللاعبين يختلفوا مع الجهاز الاداري؟ لان هم معترضين، لان دي مهمة الجهاز الاداري، انك انت النهارده ما يعني توفر لي ما يبقاش في فوضى او في بهو، ان انا هنزل في اللوبي لعيب هيطلب مني تصوير يعني دلوقتي اللاعب كمان لا يجب انه يظل سجينا في، هيفضل قاعد في الاوضه. طب انت بالظبط. وعشان كده كان قبل كده يعني الكابتن الجواري كان ياخد فندق حتى لو درجه تانية، المهم انه يبقى يتيح حاله العزله يعني. بالظبط كده. ده رقم اثنين. رقم ثلاثه، انا عايز اخد كلام طبعا الأستاذ صلاح عضو مجلس الشعب، اتكلم في ايه نقط إيجابية واتكلم في نقط أيضا يتحمل فيها مجلس النواب. فكرة إن بس أنت في السياق ده يعني في معلومات إن كان في خلاف بين صلاح وبين بعض الإداريين حوالين لا ده. لا بص، الخلاف ما بين صلاح وما بين المسؤولين في اتحاد الكرة من وقت أزمة الطيارة ومستمر، وظلت الأزمة النفسية مستمرة. على فكرة احنا فشلنا في التعامل مع نجم كبير بحجم محمد صلاح. انك لازم تبعد عنه المشاكل نهائيا. محمد صلاح مش قيمه كرويه. الناس وانا ماشي في روسيا بجميع اطياف الجنسيات، اول لما بيعرف انك مصري يقول لك محمد صلاح، ما بيقولكش حاجه تانية. اول حاجه بيقولها لك محمد صلاح. دكتور